السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام الدبس من حملة فلنترك أثرا. اليوم راح نتعلم طريقة التسجيل على جامعة غازي. بسم الله. جامعة غازي تقع بمدينة أنقرة من الجامعات التركية الحكومية القوية. يبدأ التسجيل 22/6، ينتهي التسجيل 1/8. الشهادات المقبولة ضروري الواحد يطلع عليها، لأن ما تقبل بشهادات اليوس، تقبل بشهادة السات وتقبل بأغلب الشهادات الثانوية. رابط التسجيل حط له يني بير حساب، هنا نحط الإيميل، هنا نحط رقم التي جي أو رقم الكملك، هون نفس الوضع رقم تي جي أو رقم الكملك، هون نجمع الرقمين ونحط له حساب أولو شتور. بعد ما نحط له حساب أولو شتور، أنا في عندي حساب صار، بحط هون، تكون أجتني رسالة على الإيميل من جامعة غازي، فيها الإيميل وفيها كلمة السر. هون بحط الإيميل، هون بعثوا لي كلمة السر، بحطها هنا وبجمع الرقمين، حط له قريش. هنا نحط الخيار الثاني اللي هو on license license، نحط له يعني باشفور ياب، ونختار ترجيحات على حسب ما أني أريد. حطوا له يعني باجبور إكلا باجبور، تمام. هنا الخيار الأول ما لنا شغل بيه، الخيار الثاني ما لنا شغل بيه. هنا معلومات الكملك أو معلومات الهوية الشخصية، هنا نحط الجنسية، هذا نوع الجنسية. هنا هذه الخيار للأجانب، الرقم التركي للأجانب اللي عندهم إقامة مثلا. هنا الكرت الأزرق، هنا جواز السفر، هنا عندنا غير أشياء من هاي اللي موجودة، وهاي نفس الوضع. أنا وليكن راح أفضل على جواز السفر. هنا شكل الجنسية، إذا أنا أخذها بالولادة بحط الخيار الأول، إذا أخذها عن طريق طلب بحط الخيار الثاني. أنا بحط له إني أخذها بالولادة. هنا انتهاء جواز السفر متى ينتهي، ونضيف الصورة الشخصية. صيغة جي بي جي، هذا الخيار اللي عنده جنسية ثانية، أنا بتركه أنه ما عندي جنسية ثانية. هنا أنه ما عندي، يعني خلاص بتركها فاضية. هذه الاسم، هنا كونيا، هنا ذكر أو أنثى، بعض ذكر. هنا تاريخ الميلاد، اسم الأب، اسم الأم، مكان الميلاد، بعطل هيك. العنوان بالتفصيل، هنا البوستاكود، البوستاكود يطلع من جوجل، بس بحط الرمز البريدي لمدينة كذا، يطلع لي رمز البريدي للمدينة، بحطه يكون 4 أو 5 أرقام. هون المدينة المقيم بها، إذا احنا مقيمين بتركيا بنحط له هاي، هون موجودة ولايات تركيا. إذا أنا مو مقيم بتركيا بخليه ديار، وبحط اسم المكان اللي أنا مقيم به، ولاية. هون المنطقة اللي أنا مقيم بها، هون الدولة اللي أنا مقيم بيها، رقم الهاتف. هون هذا الحقل، مشان إذا واحد أخذ غرامة من جامعة ثانية، أخذ أو مؤاخذ، أنا راح أحط مؤاخذ. بس هون بدنا نحط رقم وصل الدفع، وهون بحط تاريخ وصل الدفع.
خيارات هنا هسه مشان الشهادة الثانوية. إذا أنا غير متخرج من الشهادة الثانوية بحط له هنا، إذا أنا متخرج بأتركها فارغة. هون اسم المدرسة الثانوية، دولة المدرسة الثانوية، مدينة المدرسة الثانوية، بداية الثانوية، متى بلشت صف 10 وليكن، انتهاء الثانوية. هنا إيش قد مدة الدراسة من الصف الأول للتخرج من البكالوريا وليكن 12 سنة. هون نظام الدرجات، أنا بحطه من 100. هنا اللي مكتوب جنبه زورون لو، هاي مجبورين نضيفه هاي الكلمة. هنا نضيف وصل الدفع اللي احنا دفعناه بصيغة PDF، ونحط له تاريخ طبعا، نحط له يوفا. الخيار الثاني جواز السفر، اللي عنده جواز سفر بيضيفه بصيغة PDF. الخيار الثالث هنا الشهادة الثانوية، الخيار الأخير هو كشف العلامات. هم معلومات الامتحان، شكون عن الامتحان اللي قدمته. عندنا كثير امتحانات موجودة، نختار اللي احنا نكون عندنا اياه، اختار الدولة، ارفع له اياه بصيغة PDF، نحط العلامة. نضيف الامتحان، ونجي على الترجيحات، عندنا كثير من الكليات، نحط له بروجرام إكلا. إيش صار عندنا ترجيحين، الخيار الأول احنا ضفناه ببداية الطلب، والخيار الثاني احنا ضفناه هلا اقتينا. احنا يحق لنا أقصى حد 3 رغبات للمفاضلة على هاي الجامعة. إذا أنا خلصت رغباتي بحط على هذا الخيار، بحط اللوكيدت. هيك بكون أنهيت التسجيل على جامعة غازي. نتمنى لكم التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.